والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: ماذا تقولون فيمن يحاولون أن يوجهوا التعليم في بلادنا إلى الاختلاط خاصة في المدارس والجمع بين الجنسين في شتى المجالات، ولماذا تنصح هؤلاء الأمور الذين يتحمسون لهذا الأمر؟ أولياء الأمور إن شاء الله ما يتحمسون لهذا الأمر، إنما هذا التصرف من بعض المسؤولين أو من بعض أصحاب الأفكار، وولاة الأمور لا يقبلون هذا ويقبلون النصيحة إن شاء الله.